ففي إطار تنظيم جمعية بين يهود للنساء مقابلات للأسبوع الثقافي البيني في نسخته الأولى بمركز جماعة بهرمان، يشرفني ويسعدني أن أتقدم بأسمى عبارات الترحيب والعرفان لحضوركم السخي والكريم. بداية يتعلم أن أشكر كل الفاعلين والمشاركين في هذا الأسبوع البيني، وخير ما نستهل به نشاطنا هذا وافتتاحنا هذا هو آيات من آيات من الذكر الحكيم، فلنسمعها مشكورين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، والآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. فقد هبت جمعية بينهم للنساء المقاولات للنور
في إطار أنشطتها السنوية أن تنظم أسبوع بيبي في نسخته الأولى بمركز أولاد عمران بمناسبة اليوم العالمي لبيها الذي يصادف 5 يونيو من كل سنة، وذلك بشراكة مع جمعية بينهم لنساء المقاولات وكالة عبد بمدينة جديدة وجمعية الرحمة للرعاية والتنمية الاجتماعية وجمعية الخير لدار الطالب ودار الشباب تحت شعار نظافة بيئتي عنوان وطنتي من 9 يونيو إلى غاية 16 مايو. والهدف من هذا الأسبوع البيئي هو تحسيس الساكنة بأهمية المحافظة على البيئة وتربية الناشئة على احترام البيئة والحفاظ عليها، بل أكثر من ذلك وباعتبار الإنسان طرف من البيئة ولا يمكن العيش بدون بيئة نظيفة. فهذا الأسبوع سيكون غنياً بمجموعة من الأنشطة المختلفة، إذا أول يوم وندوة وكان واستعراض بالشارع الرئيسي لأولاد عمان، معرض الاقتصاد الاجتماعي والتضامن المنتجات المجالية التي لها علاقة بالبيئة، ورشات تأسيسية للتلاميذ وساكنة المنطقة، دورات تكوينية للعارضين، عملية الجداليات، عملية التشجير، عملية التنظيف. وتشمل هذه الأنشطة المؤسسات والمرافق العمومية التالية: دار الشباب، الجماعة الترابية أو جماعة الترابية أولاد عمران، قيادة أولاد عمران، المستوصف وساحة المسجد. ولكي لا أطيل عليكم سأترك الكلمة للسادة الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 30,000 نقطار أدوات ري ودفع أسرة مهنانة في إطار تجمع الضيعة الفلاحية. كان هناك ارتفاع توقيع 17 عقد برنامج خاص بكل سلسلة بين الدولة والمهنيين، وتم إعداد 16 عقد فلاحي جهوي بشراكة مع الفاعلين المحليين. كان من بين أهداف مسطرة تشجيع الصادرات، حيث أن العقود الفلاحية توجد في طور مفاوضات بين كندا واتحاد المغرب العربي، أو في طور مراجعة في العقود الفلاحية اللي كانت ما بين المغرب وتركيا. بالنسبة للفلاحة في المغرب 2018-2019، يعني في مخطط الفلاحي لهذه السنة 2018-2019، اعتمدت أنه وجدت قطع الفلاحة 2.2 مليون قطعة من البذور المختارة مع اعتماد أدمية فيزياء لاقتناء البذور المختارة. العمل بمنحة تخزين، أي خسدنا القنطار للشجر لمدة 9 أشهر في حدود 220,000 قنطار، ضمان تثبيت السوق بالأسمدة ما يناهي 680,000 طن، وبرمجت مساحة 557,000 هكتار للري بالدوائر الكبرى. كما برمجت تدبير خصص مائي بدوائر سوسماسة ودكالة عبر التقنيين الدائمة حصص مالية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات. تم توقيع اتفاقيتين بين المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالتقصير حول تقوية قدرات المستشارين الفلاحيين وأعضاء الجمعية، وبين المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية الحيوية حول محاور التعاون ومواكبة أعضاء الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية الحيوية وتقييم الحاجيات فيما يخص الفدرالية الجديدة. إذا وكتبت لنا بلي اركان كان موجود من قبل، كان في الكلاع، كاين تاع الكوميونيتي دو بلون، كاين في الوالديه، كاين في مناطق كثيره هنا في الكلاع، وحنا جاوبنا واليوم بغينا نتقاسم معكم هذا الشيء. اوكي، بغيت نعرفكم شويه بالجمعيه. حنا الجمعيه اللي تخلقنا في 2014 كنا نشتغلوا على واحد العديد من المهام، تخلقنا باش نخلقوا بعدا واحد شبكه التواصل. ما كيفاش؟